أما الآن مشاهدينا نفتح باب نقاش مع محلل التسويق في مجموعة إيكوتي السيدة فرح مراد. مرحبا بك سيدتي إلى هذه الساعة الاقتصادية، وأبدأ معك بيانات التضخم الأمريكي الأخيرة. كيف ترين أزمة التضخم، وبرأيك لماذا يتجنب جيروم باول تحديد موعد خفض الفائدة الأمريكية؟ هلا اظن البيانات اللي عم تصدر نوعا ما عم تفرجينا تراجع مخاطر ازمه التضخم، وحتى شهر حزيران كمان البيانات اللي صدرت مثلا في الانفليشن جاء العنوان الرئيسي اقل من التوقعات، عم نشوف 3%، التوقعات كانت عند 3.1%. حتى في التضخم الاساسي كمان كنا عم نتوقع بحدود تقريبا 3.4، جاءت عند 3.3، وهي اللي بتكون منع تاخذ بعين الاعتبار سلع الطاقه وسلع الغذاء اللي عاده يعني قرارات الفدرالي وسياسته ما كثير بتاثر عليها. فهيدا الشيء عم يعطينا السوق عم يبلش يسعر 100% يكون في عنا توجه لتقليص الفائده في سبتمبر. صحيح جيروم باول منه عم بياكد، ما عم يعطينا صوره اكيده، ولكن اذا بنشوف مثلا التضخم في اسعار المنتجين يلي صدر يوم امس بترجع فرجينا ليش ما عم بيقوم بهذا التاكيد، لانه ارتفعت. نحن كان عندنا توقعات ب 2.5 ولكن جاءت الارقام عند 3%. فاظن انه نحن في مرحله قد نرى نكون عم نشوف بيانات متضاربه، ان كنا عم نحكي بسوق العمل، ان كنا عم نحكي بالتضخم الاستهلاك. فمشان هيك الصوره الاوضح رح نكون عم نتوجه فعلا لتقليص الفائده في سبتمبر، ولكن نحن بحاجه لنكون عم نشوف شو رح يكون في عنا شهر تموز، شهر اوغست كمان شو رح تكون البيانات الصادره فيه. اتوقع في حال استمرينا في هالتراجع في مستويات التضخم قد نرى حتى اكثر من تقليص للفائده مرتين هالعام، قد نراها 3 مرات، خصوصا انه عم نبلش نشوف اشارات بتراجع قوة سوق العمل في الولايات المتحدة. طيب يعني اقتصاديون قالوا ان اوروبا تخسر سباق الانتاجية امام امريكا، فما هي الاسباب برايك سيدة فرح؟ هو صحيح، وحتى اذا بنلاحظ كارقام في العقدين الماضيين دوبلت الانتاجية في الولايات المتحدة مقارنة باوروبا، رقم منه صغير. وحتى اذا بدنا نشوف قد ايه في القطاع اللازراعي نون فارم كمان في الساعة الإنتاجية بنلاقي في ارتفاع 6% تقريبا في الولايات المتحدة عن يمكن نظيرتها بالوظائف في أوروبا. أمور عديدة طبعا، إذا بدنا نحكي عن بداية كورونا، عن المساعدات الضخمة والسيولة الضخمة اللي انضخت في الأسواق الأمريكية مقارنة في الأسواق الأوروبية عامل رئيسي، ولكن ضيق سوق العمل كمان في الولايات المتحدة سمح لأنها تكون عم تعمل adoption لمثلا الذكاء الاصطناعي للروبوتس اسرع بكثير من اوروبا، يلي شوي بحد القيود، يمكن قديش في قيود بتساعد العمال، بدنا نقول بتحفظ حق العمال اكثر من الولايات المتحده، ولكن في قيود اكثر في هيدي القطاعات باوروبا. عم نشوف بالعكس ما في خصخصه الذكاء الاصطناعي او استخدامه بشكل كبير في اوروبا، في حدود عليه كثيره ودعم اكثر للموظفين. كمان الامر الاخر اللي لازم نتذكره، نحن ما بعد كورونا المشكله الجيوسياسيه مع روسيا يلي ضغطت على اسعار السلع يلي اثرت بشكل كثير كبير كمان على قطاع الانتاج في منطقه اليوروزون، كلها ساهمت اكثر انها تكون الولايات المتحدة عم ترتفع بشكل أكبر بكثير وعم تحقق إنتاجية أفضل طبعا من منطقة اليورز. طيب في المحور الرابع سيد فرح أسأل عن بريطانيا. بريطانيا تنتظر التغيير، برأيك هل سيؤسس حزب العمال نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد البريطاني؟ يعني هيدا اللي الأسواق عم تسعره، والأسواق فينا نعتبرها احتفلت بوصول حزب العمال. طبعا هيدا الشيء كان واضح بالارتفاعات اللي كنا عم نشهدها على فوتي، ودعمت كمان هالنتائج الانتخابات. كان فينا ارتفاعات كمان ما كنا عم نشهدها في أسواق الأسهم الأخرى مثلا في الولايات المتحدة، فكمان هيدا الشيء بفرجي قديش الأسواق كانت سعيدة بهيدا الأمر. ليش بلاقي هيدا في ترجمة للأسواق المالية؟ أول شيء عم شوف ارتفاع في قطاع أو أسهم البنوك اللي كانت تتراجع خلال، وكان في عليها ضغط كبير جدا خلال العام الماضي. في قطاع البناء اللي كمان تأثر بشكل كتير كبير في المملكة المتحدة. هالارتفاع طبعا تعطينا أنه الأسواق ترحب في هذه النتائج. الأمر الآخر كمان يمكن هالحديث مع رؤساء الأعمال كمان فاتح مجال أنه نحن فعلا رح نكون عم نتوجه لدعم الموظفين، ولكن كمان مش على حساب كمان أرباح الشركات بشكل كتير كبير.
في عنا صناديق الطاقة يلي كمان قد يكون أمر جيد جداً للمملكة المتحدة، كلها كانت عوامل إيجابية. هل هالشي بيعني أنه نحن خلص صرنا بمنطقة اليوفوريا؟ لا، أظن بعد السياسات خصوصي ما بعد كورونا والضخة الكبير للسيولة في عنا محدودية. لو مين ما ربح الانتخابات كان في عنا نوعاً ما حدود مرسومة بالسياسات الماضية ما فينا نكون عم نعدل عليها بسرعة كبيرة، ولكن بالإجمال الأسواق ترحب وسعيدة بالنتائج اللي شفناها بالمملكة المتحدة. طيب، يعني شهد الجنيه الاسترليني سيدة فرح ارتفاعا بعد وصول حزب العمال إلى السلطة في وقت ينخفض فيه الدولار الأمريكي، كيف تقرأين مستقبل يعني العملات الأساسية في النصف الثاني من العام؟ بداية مع الجنيه الاسترليني، نحن لكن عندنا مخاوف عليه وعم نشوف تراجعات على الرغم من استمرار التضخم والمستويات الفائدة المرتفعة، كان المفروض يكون عم يدعم الجنيه الاسترليني، ولكن من ناحية تانية كان في عندنا أساسيات في الاقتصاد مرعبة نوعا ما، ولكن هيدا الشيء كان عم بخلينا نتوقع عدم استمرار السياسة المتشددة على الرغم من أنه التضخم موجود، مشان هيك كنا عم نضغط وعم نشوف تراجع الطلب على الجنيه الاسترليني. ولكن هالبيانات الإيجابية اللي عم تصدر في بريطانيا أفضل من التوقعات، مثلا مقارنة إذا كنا عم نحكي منذ بداية العام كان عنا صورة أكثر تشاؤمية للاقتصاد البريطاني، ولكن عم تفرجينا النمو الناتج المحلي الطلب كلها جاءت أفضل من التوقعات، عم تدعم استمرار يمكن قدرة على القليلة بنك إنجلند أنه يستمر به هذه المستويات الفائدة المرتفعة. ومع كمان الانتخابات رجعت قوة أكثر للجنيه الاسترليني، يعني عم نحكي عن شيء ما كتير عادة ما نشوفه، قوة على الجنيه الاسترليني وعلى الأسهم عادة واحد من الاثنين المفروض يستفيد، ولكن كمان بترجع بتزيد الصورة الإيجابية. هلأ منذ بداية العام كنت أتوقع قوة للدولار الأسترالي للدولار النيوزيلندي لأدال، أتوقع استمرار قوته، البيانات أساسيات الاقتصاد نوعا ما قوية والفائدة المرتفعة بتدعم. صح الدولار كان في تراجع عليه، صح عم نشوف بيانات تضخم أقل من التوقعات مقارنة باليوروزون يلي أنا كنت متوقع فيها نكون عم نشوف تراجع وتضخم أسرع، ولكن عم نرجع نشوف ستيكي، عم نرجع نشوف لاغارد من المركز الأوروبي عم تحكي بلهجة شوي متشددة أكثر، فارتداد اليورو يبدو منطقي. بيبقى عنا الين الياباني في حال لم تتغير السياسة الضغط عليه مستمر. طيب، في سياق متصل بالعملات تشهد العلاقات الروسية الصينية تطورات واسعة في الفترة الأخيرة خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، برأيك ما الذي يعنيه تحول تجارة النقد الأجنبي الروسي اليوم؟ أظن يعني واضح شو بيعني، بيعني محاولة الابتعاد قد ما فينا عن الدولار الأمريكي، ويعني تأكيد أكثر تشكل اللي بدنا نسميهم المخيمات الاقتصادية حول العالم. ليش اليوان الصيني؟ طبعا العلاقات الجيدة جدا ما بين روسيا وما بين الصين، التحالف الجيد اللي عم يحصل، عندنا نحن ليمتد عملات محدودة في روسيا اللي كنا عم نتعامل فيها، ولكن اليوان الصيني هو ثاني أكبر عملة تداول تجارية على السويفت كود، على السويفت سيستم، فطبعا أنه نكون عم نتوجه عليها في الاقتصاد الروسي ممكن جدا، يعني هو الحل الأنسب للاقتصاد الروسي. عم نشوف شركات حتى عم تطلع سندات في اليوان الصيني شهريا عم توصل اكثر من 100 تقريبا، بحدود 115 مليون، فاستمراريتها طيب ممكنه، وهو هدف روسيا للوصول الى الاسواق الاخرى عبر اليوان الصيني. نعم. طيب سيده فرح، انتقل معك الى اسواق الطاقه، كيف تتوقعين مستقبل الخام العالمي؟ هل سنشهد سعر ال $100 للبرميل يعني مع قرب نهايه السنه الحاليه ام ماذا؟ أنا هذا عنوان يشد وعم بسمع فيه أكثر. طبعاً الضغوط، التوترات الجيوسياسية، مشاكل في الإمدادات قد تعيد النفط إلى تلك المستويات، ولكن عندنا أوبك بلس، صح بهم الأسعار تكون مرتفعة، ولكن $100 ما سمعت أحد المنتجين في أوبك بلس بهمهم هالأسعار. $80 $85 لبعض الدول العربية مهمة للحفاظ على الميزانية الخاصة فيها، ولكن لازم نتذكر لعب آخر مهم جداً، الولايات المتحدة يلي تحاول يعني سيطر على التضخم بأي شكل وخاصة قطاع الطاقة، فعندنا لاعبين عديدين متنوعين في السوق قد يمنع وصول أسعار النفط إلى $100، على رأس طبعا الولايات المتحدة، وأي مخاوف جيوسياسية كانت عم ترجع تعطينا بولش يعني هذا الاتجاه الصاعد في أسعار النفط، نرجع نشوف يومين ثلاثة ورجعت تراجعت، حتى مخاوف
يعني شو كان عم يصير بالبحر الأحمر، المخاوف كمان في خليج المكسيك، كلها ما أثرت على ارتفاعات مستدامة. فأستبعد أنها تكون عم توصل لـ100 دولار. في بعض الأمور اللي ممكن تكون عم تستمر تدعم أسعار النفط، ولكن لازم نرجع نركز على الأساسيات الطبيعية، على العرض والطلب. والأهم في الوقت الحالي اللي ممكن يكون عم بيساعدنا ناخد صورة مختلفة عن الوضع الحالي هي الصين، ثاني أكبر مستخدم للنفط. في حال كنا عم نشوف بيانات إيجابية، قد نرى استمرار تداول النفط حوالي 85-80 دولار للبارل، ولكن عدا عن ذلك يمكن احنا فترة الصيف في عنا طلب مرتفع، ولكن 100 دولار صعب شوي. نعم، طيب أختم معك بالمعدن الثمين الذهب. برأيك هل يتمكن الذهب من أن يحافظ على مكانته كملاذ آمن للمستثمرين في الأزمات، أم أن لك رأي آخر؟ لا، أنا بضم صوتي لأكثرية الناس والبنوك المركزية والمستثمرين اللي عم يتوجهوا على الذهب، أولاً كتحوط ملاذ آمن، توقعاتنا بتوجه الفيدرالي لتقليص أسعار الفائدة، المشاكل استمرار للمشاكل الجيوسياسية تضم كمان وتنضم فرنسا نوعا ما لهالتوترات اللي عم تدعم المعدن الأصفر. كان عندنا نوعا ما تراجعات لأنه هالارتفاعات الكبيرة كانت توجه أو دعمه هو توجه البنوك المركزية لاقتناء الذهب، خاصة الصين. والصين شوي تراجعت، ما كنا عم نشوف شراء للذهب من بنك الصين خلال الشهرين الماضيين، ولكن في عنا مشترين آخرين، عنا الهند، البنك المركزي الهند عم يشتري، بولندا، تشيك ريبوبليك، لا يزال هناك من يود الاحتفاظ بالذهب. وأظن استمرار قوة الذهب خلال هذا العام ممكن نكون عم نشوف مستويات 2500 قريبا، منه مستبعد. طبعا مع بيانات التضخم في الولايات المتحدة قد ايه رح تكون عم تغير من قرارات الفيدرالي. نعم سيدة فرح مراد، محللة أسواق في مجموعة إيكوتي ببورصة دبي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار.